ومع يعني كاتبنا والأستاذ الإعلام الرائع والمؤلف والقصاص والصحفي الجميل والإعلام الجميل الأستاذ محمد فتحي. دكتور محمد، لو أنا عايز يعني بعيدا عن صراعات الألتراس عن أحمد خالد توفيق، لو أنا عايز أروح إلى مجموعة روايات أحمد خالد توفيق اللي هي مش سلاسل أحمد خالد توفيق، أقدر أقول إيه السمات الرئيسية اللي ممكن تشكل يعني عوالم هذا الرجل، سواء في اختيار الموضوع والحالة من أول يعني يوتوبيا لغاية أحدث أو آخر رواياته؟ أنت بتعتبر ممر الفئران ولا بتعتبر اللي بعدها اللي هي شقانين أو اسمها شقابيب؟ بتعتبر شقابيب آخر أعماله؟ شقابيب. هل في خيط جامع في هذه الروايات سواء من حيث العالم والمكان أو من حيث الرؤية والرسالة أو من حيث الأسلوب والكتابة؟ يعني مش هكلم حضرتك كحد ممكن يعني ينقد دوت، على قد ما أكلمك بتلقينا للروايات دي، إن يبدو أن هناك غضب ما عند أحمد خالد توفيق لم يخرجه في رواياته اللي كان بيكتبها في السلاسل، خرج في هذه الروايات. من أول يوتوبيا اللي هي من أدب الديستوبيا أو المدينة الفاسدة، أدب المدينة الفاسدة اللي في مواجهة المدينة الفاضلة، في مواجهة المدينة الفاضلة، وصولا للروايات الأخيرة. أحمد خالد توفيق لديه هم بالتفاصيل الصغيرة المتعلقة بالمهمشين، برضو في نفس العالم بنجمع علماء من الدنيا كلهم في جزيرة، برضو يعني حالة عنده الغضب الذي يعني عنده غضب عام من 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 التفاصيل. هذا الغضب خرج في رواياته دي، فده رقم واحد. رقم اتنين، ان فضلت ابطال احمد خالد توفيق دايما هي الابطال اللي شبه كل البني ادمين اللي احنا نعرفهم، مش الابطال اللي تقدر تقول ان ازاي خياله جابهم، لا هو كلهم ابطال نعرفهم بشكل او باخر. رقم ثلاثة، فضلت عند احمد خالد توفيق برضو حتة المسؤولية اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، انه برضو هناك كبت ما للفنان الذي كان بداخله لصالح المسؤولية التي كان يشعر بها تجاه القراء الذين يعلم جيدا انهم سيتابعونه مهما كتب، ايا كان لو كتب ايه. يعني كان ليه كتاب لطيف جدا اسمه قصصات يعني غير قابلة للحرق، عبارة عن حاجات تويتات كده، يعني حاجات لقى برضو يعني هناك اقبال شديد على هذا الكتاب. لذلك أحمد خالد توفيق جماله اللي احنا بنتكلم فيه عنه يعني خلال الحلقة ديت، انه كان يعلم جيدا لمن يكتب، كان يعلم جيدا انه لا يريد ان يصير بطلا للجميع، مهما نصبه البعض من الألتراس بتوعه بطل، لكن هو لم يكن يريد ان يكون بطلا لأحد، كان صادق مع نفسه، كان عنده حالة غضب شديد ما كانتش بتبرز على يعني الواقع، لكن يمكن أن ترصدها في رواياته الأخيرة تحديدا. طيب، هل بتعتبر أن الوسط الأدبي النقدي لم ينتبه لأحمد خالد توفيق في حياته، فهل انتبه له بعد هذا الضجيج الهائل؟ مرغما مش بس الوسط الأدبي، والوسط الإعلامي والوسط السينمائي وكلهم أرغموا، ولا أبالغ حين أقول أحيانا والوسط السياسي. لأن ما حدث في جنازة أحمد خالد توفيق كان علامة استفهام كبيرة، ومين الرجل اللي احنا ما نعرفوش ده اللي خرجت الألاف من الشباب السن اللي احنا بنبحث عن وسيلة للتواصل معه بشكل أو بآخر، وبنعلن عن دوت في خطابات رسمية كمان، مين ده اللي خرجوله بيعمل ايه؟ إعلاميا كانت الناس بتتساءل هو مين ده يا جماعة؟ أدبيا هو كان مهم قوي كده يعني يا جماعة، وكان للدرجة دي ليه قراء؟ إنسانيا الناس كانت مصدومة بفكرة أن يكون هناك شخص موهوب يمتلك هذا العدد من المحبين، وما يكونش لعيب كرة، وما يكونش رقاصة، وما يكونش يوتيوبر، وما يكونش إنفلونسر على السوشيال ميديا، وهو لآخر لحظة كان رافض أنه يخش السوشيال ميديا، على الرغم من أن أنا ممكن أقولك أن يعني كان عنده يعني بعض يعني كان عنده أكاونت كده ممكن يخش يشوف لي لمجرد أنه يعرف إيه اللي بيحصل في العالم. مهم ده أكاونت يعني حتى مش باسمه، لكن للمتابعة التورط. لا بالضبط، هو لم يكن يريد أن يتورط، وأكبر دليل على عدم رغبته في التورط في حسابات الآخرين والتورط في ما يحدث حوله
انه فضل في طنطا. هذا رجل كان قانع جدا انه سيبدع في طنطا وسيبقى مبدعا في طنطا، فاذا جاء الى القاهره بشكل او باخر هو كان حاسس كده ان لا مش هعرف اعمل ده. ده راجل كان يخوض المغامره في كل مرحله من مراحل حياته بشكل شخصي، انه يشتغل مبرمج كمبيوتر في فتره من فترات، فيسافر السعوديه يقعد فيها سنه ولا اتنين ولا ثلاثه، بيشتغل ايه؟ مش بيشتغل دكتور ولا بيشتغل اديب ولا بيشتغل مبرمج كمبيوتر، قاعد هناك بيعمل كده. ده راجل يعني تاثيره الكلمه الطيبه، وفي نفس الوقت لا يرضى عن 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 ما يصل اليه، ويريد ان ينتج افضل وافضل وافضل، مزاج الفنان اللي عند احمد خالد توفيق. ف الصدمة الكهربائية اللي حصلت لعدد من الأوساط لما شافوا جنازة أحمد خالد توفيق وردود الأفعال والترند اللي حصل على السوشيال ميديا لأيام لأيام لأيام، خلت الناس تتساءل هو مين ده؟ لكن هل خلت البعض يفكر إزاي يبقى عندنا أحمد خالد توفيق تاني؟ ولا يفكر مين أحمد خالد توفيق التاني اللي عندنا اللي احنا ما نعرفوش لغاية دلوقتي، اللي المؤثر في كل هؤلاء الشباب؟ أو نسمح محمد خالد توفيق تاني مثلا. لكن هو عموما إعادة اكتشاف أديب بعد وفاته أو فنان بعد وفاته دي ظاهرة موجودة في العالم كله طبعا. يعني أكم من أدباء وفنانين ماتوا مغمورين وغير معروفين على الإطلاق ومجهولين، وبما فيهم مفكرين عظام، وبعد ما بيموتوا عاد اكتشافهم يبقوا أعلام عظيمة. لكن المفارقة هنا أن أحمد خالد توفيق كان معروفا ومعلوما ومشهورا ويعني وموضع ونجما، لكن لدى القطاع بدا الامر يا استاذ محمد، وده سؤالي الاخير، انه احنا قطاعات معزوله الى درجه انه ممكن يبقى فيه نجم عظيم قوي في قطاع لا نعلم عن القطاع ده ولا عن نجمه اي شيء. كاننا يمكن ان نفاجئ في مجتمعاتنا بان احنا جزر معزوله، وكان هناك قبطانا لهذه السفينه او زعيما لهذه الجزيره اسمه احمد خالد توفيق لم نكن قد رايناها على الخريطه احنا كمجتمع. يعني الجزر المعزولة دي هي أزمة مصر والمصريين خلال الفترات اللي فاتت والفترات القادمة كمان. لا أبالغ حين أقول أننا لا نعلم أبطال ولادنا مين، وبنفضل نمارس دورنا التربوي والتوجيهي بشكل منفر زي اللي كان بيمارس ضدنا وكان بيزعلنا، دون أن ندري أن احنا بنكرر نفس التجربة مرة تانية، ودون أن نرغب في أن احنا نعرف هما بيتفرجوا على مين وبيسمعوا مين وبيقروا مين ومين النجوم بتاعهم. عايز ادي مثال اخير، ان مثلا في امبارح خبر كده على السوشيال ميديا ناس كتيرة فضلت تتناوله، والناس اكتشفت فجأة الله ده عنده جمهور عظيم الراجل احمد الغندور اللي هو الدحيح، لان احدى المنصات اعلنت ان مفيش تاني، فخلاص قال لك هو فين مين يا جماعة الدحيح ده، وكأن كل الفترة اللي فاتت اللي هو مؤثر فيها في قطاع كبير جدا من الناس، وغالبا جيل احمد خالد توفيق برضه جمهور احمد خالد توفيق هو واحد من اللي تاثروا باحمد خالد توفيق. صحيح، بس اقصد جمهوره كمان من يشترك ويتماس مع دوائر احمد خالد توفيق بقوه يعني. بالظبط بالظبط، وهو قايم على تبسيط العلوم زي ما احمد خالد توفيق بدا بتبسيط الاداب. بالظبط كده يا استاذ ابراهيم. وبالتالي انا بدعو ان الجزر المنعزله دي على الاقل مدوا مواسير يا جماعه. يعني ماسوره واحده هتنجز كتير جدا جدا، ان احنا نعرف مين المؤثرين بجد، مش مين اللي احنا بنفرضهم بالعافيه عشان ياثروا. مين اللي مؤثرين ونفكر احنا نستفيد منهم ازاي، نفكر احنا نتعامل معهم ازاي، ونحترمهم ونحترم ما يقدموه من محتوى. اعتقد ان في الحاله ديت في حاجات كتير هتتغير، واعتقد ان في الحاله دي هتفتح الابواب امام يعني العديد والعديد من احمد خالد توفيق جديد في عديد في عدد كبير من المجالات. يعني انا موافق على ان يفضل جزر وكل واحد له جزيرته ولونه نجم الجزيره، انما اللي انا عايزه ان احنا نبقى شايفين كل هذه الجزائر. بالظبط يعني بالظبط، مش معزولين بمعنى ان احنا مش شايفينها خالص، مش موجوده معانا على الخريطه، ومش بس مش شايفينها، ده احنا مش معترفين ان هي موجوده. يعني احنا حتى لو شفناها للاسف الشديد ما بنعترفش بيها وبنتعالى عليها وبنقول لا 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 ده ما ينفعش خالص. يا جماعه ده هو ده جمال الفن، ان انت كمان تجمع المتناقضات بس في الاخر تقدم حاجه إبداعية بتوصل للناس كلها على مختلف اتجاهاتهم الفكرية وعلى مختلف درجات تعليمهم. وأولى الناس بإدراك هذه الرسالة هم جمهور أحمد خالد توفيق، هذا الرجل الذي عاش للكتابة، وحين مات بدأ واضحا للغاية كم أن هذا الرجل زرع شجرة.